صغار الفاسدين وبعد تحركات حكومية في قبضة العدالة خلف القضبان، والكبار منهم أو ما يسمون بالحيتان يصولون ويجولون من دون حسيب. للباطل صولة وللحق دولة. أوامر الاستقدام والقبض بحق عشرات المسؤولين تصدر بين الحين والآخر، لكنها بحسب متابعين من دون جدوى. فهنالك من يتحصن بغطاء كتلته وآخر يتحزب باحثا عن الحصانة، وفي النهاية لابد من الجهات الرقابية والحكومية الضرب بيد من حديد لكسر طوق المجاملات الذي زاد من ثقل الفساد فسادا. ما أعتقد الرؤوس الكبيرة سيطاح بها وتوضع في السجن، لأن الرؤوس الكبيرة هي من يحكم البلاد. وهل رأيت حاكما وضع نفسه في السجن لأنه سرق؟ اليوم هذه المافيات الكبيرة التي تسيطر على كل مفاصل الدولة لن تسمح بمحاسبة هؤلاء. هم يذهبون إلى الصغار، لأن المجرمين، لأن السراق ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم منهم صغار، قسم منهم وسط، وقسم منهم كبار. فعندما تلقي القبض على الصغير سوف يأتي بالكبير، لكن إلا في العراق دائما الكبار محميين بقوانين وبأحزابهم وبكتلهم، ولن يستطيع أحد الوصول إليهم. فساد أصبح ثقافة اجتماعية. السبب ضعف القانون وضعف تطبيق القانون، لعله هو القانون موجود لكن ضعف القانون هو أدى إلى أنه يكون الفاسد يعني يتحدث بفساده ولا أحد يردعه. إيداع الفاسد في شباك النزاهة والعدالة لمحاسبته حسابا عسيرا يحتاج إلى قبضة حكومية صارمة تعمل وفق القانون ولا تجامل وفق المحسوبية والمنسوبية. وما زاد من طين الفساد بلة هو التغاضي عن الفاسدين الكبار على مدار السنوات السابقة كما يقول متابعين. يجب أن تكون هنالك قوانين صارمة، أن تكون هنالك حكومة قوية تستطيع أن تجابه حيتان الفساد الذين عاتوا بالأرض فسادا، والذين أثروا على ميزانيات عديدة وأثروا أيضا على اقتصاد البلد. نحن نحتاج حقيقة إلى صرامة، نحتاج إلى قانون صارم حتى نوقف هؤلاء الفاسدين، لأنه هؤلاء يجدون من المجاملات حقيقة، يعني هؤلاء الفاسدين يجدون من المجاملات ومن المحاباه حقيقة وباسم القانون. في قبضة النزاهة وبحسب مصادر حكومية الكثير من أوامر الاستقدام والقبض والتوقيف، وعلى مستوى شخصيات بينهم الوزير السابق والنائب والمدير العام والعديد من الشخصيات، بعضها بات خلف القضبان والبعض الآخر في صدد التحقيق والمتابعة. مصطفى أكرم، حديث بغداد، أم بي سي العراق.